شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة في منتدى حوار شنغريلا في دورته العشرين بجمهورية سنغافورة. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أكد اعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الأمني الإقليمي الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومه برئاسه صاحب السمو الملكي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم الحوار والتفاهم المشترك في تسويه النزاعات بالطرق السلميه وتوطيد التعاون والشراكه الدوليه في ترسيخ السلام والامن الاقليمي والعالمي بما يدعم اهداف التنميه المستدامه